في الفلسفة العربية الإسلامية، في علم الكلام، في الفقه والفروع، في الطائفية عموما، لعبت دورا كبيرا وما زالت تلعبه إلى الآن. جميل. دكتور، في كتابك العقل السياسي العربي قلت أن القبيلة والغنيمة والعقيدة هي محدودات ثلاث حكم أو محددات ثلاث حكمت العقل السياسي العربي الماضي وما زالت تحكمه. نعم. هل ترفض هذه المحددات الثلاث التي تحكم العقل؟ يعني أي أنت تقرأ قراءة بس له دون أن ترفض. لا لا لا، أنا الواقع، والواقع الراهن يزكي هذا التحليل اللي قمت به للماضي. أنت ذكرت أيضاً اليوم الصراع، في على سطح الصراع العربي فيه العقيدة اللي هي الطائفة الدينية أو المذهب الفقهي أو كذا وكذا، وفي الغنيمة وهي المصالح، في فقراء وأغنياء، وفي استعمار يجمع إلى آخره ويفرق، بس وفي أيضا القبيلة. سأوضح هذا وأترك لك المجال، لكنك تقول المطلوب هو تجديد مهام الفكر العربي اليوم بتجديد العقل السياسي، ويتمثل ذلك فيما يلي: أولا، تحويل القبيلة إلى مجتمع منظم مدنيا وسياسيا واجتماعيا. ثانيا، تحويل الغنيمة إلى اقتصاد، ضريبة بين قوسين، أو اقتصاد منتج. ثالثا، تحويل العقيدة إلى مجرد رأي، ومن ثم التعامل بعقل اجتهادي ونقدي. يعني البديل عن إذا تحولت، يعني هناك من ينتقد هذه الفكرة فيقول بأن العقيدة إذا تحولت إلى رأي فعندها سنقول لكل شخص أن يأخذ هذا ناتج ويترك. فقط عن عدم الاتفاق على ما أعنيه بالعقيدة. وأنا شرحت في الكتاب أن ما أعنيه بالعقيدة ليس هي النصوص الدينية ذاتها، ليس هي الأحكام الشرعية، وإنما اعتقاد الناس ومعتقداتهم في صحيحة وغير صحيحة، اعتقادات خرافية، معتقدات في غيبية ما أنزل الله بها من سلطان، معتقدات في أولياء في غيره في غيره، هذه هي العقيدة، يعني فعل الاعتقاد. وكما يقال بالاعتقاد يضحي الإنسان بنفسه ولا يدري لماذا، فقط يعتقد. وهذا ليس في الدين مثلا، من يعتقد في من يعتقد في الصنم او في الاوثان او في حتى في الايديولوجيات اليساريه طبعا هذا شيء مفروغ منه منظم. نعم. اذا انت ولذلك في العقيده الذي اقصد بها ليس مضمون العقيده الاسلاميه او غيرها، ولكن فعل الاعتقاد نفسه. يعني ممكن الانسان يكون يعني متمسك بالعقيده الاسلاميه ولكن يفهمها ويعيها عقليا بدون تعصب، بدون يعني كما كانت في الاصل. طيب، الى اي حد تعتقد ان المجتمع العربي يعني تحسن بالنظر إلى هذه التحولات الثلاثة، تحويل القبيلة إلى مجتمع منظم مدنيا وسياسيا واجتماعيا، الغنيمة إلى اقتصاد وضريبة واقتصاد منتج، والعقيدة إلى مجرد رأي؟ بالنسبة للعقيدة كان هناك تحسن منذ الأفغاني وعبده إلى الخمسينات، عندما دخلت يعني النظرية السلفية وإعادة التأويل وإعادة القرآن التفسير وإعادة الفهم، وكثير من الأمور يعني كانت حلت المشكلات. يعني في وقت من الأوقات كانت الدنيا في مصر كلها تدعو إلى السفور مثلا، أو محمد عبده كان له رأي في الربا إلى آخره. لكن التطورات التي حدثت جعلت المجتمع العربي فكريا واجتماعيا ينتكس إلى الوراء. يعني بعد طائفة رجعت، كنا نسينا أن هناك طوائف، أن هناك مثلا شيعة وسنة في العراق وغيره، يعني كانوا شعب واحد، ما كنا نعتقد أو ما كنا نتخيل أنه في يوم من الأيام مع أن لبنان بلا طوائف كان دائما فيه انسجام، لكن عاد ما سمي هذا بالمكبوت، أي كان مكبوت عليه ثم انفجر. كذلك فيما يتعلق بالغنيمة، فكان الناس يعني على كل حال في عهد الاستعمار صابرين، لأن الاستعمار هو الذي كان يأخذ الثروات الى اخره، المواد الاوليه وغيرها، لكن المسبح الوطنيين هما انفسهم او المواطنون هم انفسهم، اصبح الفارق ما بين الفقير والغني ازداد، فوقع وعي بان هناك اقتصاد غنيمه، يعني تغنم مصالح، تغنم الثروات لفائده فئه دون اخرى، وهكذا. فالمساله فيها اخذ ورد. الان نحن في زمن عوده المكبوت، هل سيكبت هذا المكبوت او سيصفى؟ هذا شيء اخر. المفروض هو أن يصفى، بمعنى أن يتجاوز. ولذلك أنت تقول أن سبيل النهوض فيما يتعلق
فيما يتعلق بالعقل العربي هو تجديد العقل العربي وليس صحوة العقل العربي. طبعا تجديد العقل العربي هو الصحوة، يعني الصحوة واليقظة، هذه مفاهيم يعني محدودة المعنى، يعني شخص نائم مستيقظ. أما التجديد فهو مستيقظ ويتجدد وينمو في خلاياه وفي جسمه كله، فإذا هناك فرق. وكذا إذا فتجديد الفكر العربي أو العقل العربي هي عملية مستمرة تتناول تجديد الأصول التي أقيم عليه التفكير القديم في عصر الانحطاط، وتجديد التفكير الذي أقيم عليه كثير من المذاهب الحديثة بناء على فقط على الأصل الغربي، يعني اللي قلنا هذا الطرف. فالعملية يجب أن تكون إعادة بناء من الداخل. جميل جميل دكتور. المعروف أنه للدكتور محمد عبد الجابري رأيا مختلفا عن معظم المثقفين العرب فيما يتعلق بالحركات الإسلامية. أنت تقول نحن من نسمى بالمعاصرين والحداثيين ننسى أننا أقلية لا نمثل سوى 10%، أكثر من ذلك يتناقص عددنا، الإسلاميون موجودون لأنهم هم الشعب. هل سنقول هم جميعا غير صالحين ونحن فقط الصالحون؟ وتقول أيضا في لقاء مع نيوزويك العربية المجلة الأمريكية بنسختها العربية يجب أن نعطيهم الفرصة ونقول لهم تفضلوا أي الإسلاميين احكموا وأرونا كيف ستحلون المشاكل بالإسلام. على خلاف ذلك يرى تركي الربيع في كتابه الحركات الإسلامية في الخطاب العربي المعاصر بأنك ممن يحملون رؤية تآمرية تجاه تفسير نشوء الحركات الإسلامية في المغرب، كيف لنا أن نجمع بين هاتين الرؤيتين؟ لا، أما أن يقول الإنسان أني تآمري أو أتآمر، يعني هذا محاكمة النوايا وهذا غير مشروع لا في الإسلام ولا في غيره. إذن أنت ترفض الطرح. هل شق قلبي، يعني كما قال الرسول، هل شققت قلبه حتى يعرف أنني صحيح ما أقول أم أنني باطني وأبطن شيئا آخر؟ هذا مسألة لا ليس للنقاش، هذا تحليل الشخص، ليست للنقاش، لأنه قال هذا فأتركه ولا أستطيع أن أناقشه في هذا. أما الطرف الأول من السؤال هو أنه أنت تقول أنه يجب أن نعطي الفرصة للإسلاميين. أي طبعا، أنتم الحداثيين تمثلون أقلية. لا، هذا سؤال طرح علي أول مرة في ندوة تلفزيونية في المغرب، هو من طرف يعني صحفيين مغاربة وحدثيين أو دعاة للحداثة أو إلى آخره. فيعني في الفكرة كما شرحتها هو أنه النخبة الحداثية اليوم في بلاد العربية لا يمكن أن تقوم لوحدها بالتجديد ولا بالحياة في بلاد العربية، لأن النخبة في أي مكان وفي أي زمان هي عادة قليلة، نخبة قليلة. بس هناك من يرى أن السبب أنكم منفصلون عن الشارع. لا لسنا لست أنا منفصلا. أنا النخبة لا، أنا فيه نخبة ونخبة. فيه النخبة التي ربما منفصلة عن الشارع لأنها تقرأ كتبا من الداخل ومن الخارج وليس لها علاقة عضوية مع الشعب. أنا لا، أنا نشأت منذ 15 سنة إلى بلوغي 65 كمثقف عضوي حزبي ومسؤول في حركة وطنية في المغرب. وليس هناك في المغرب من يستطيع أن يناقش هذا. صحيح. أنا أتكلم عن ممارسة. ولازلت تفتخر بها. على كل طبعا مش أفتخر، هذا من ماضي ومن رؤيتي، وأشكر الله على أنني كنت كذلك. فأنا لست مفكرا بالمعنى أنني أخطط في السماء، لا. أنا أستنتج من ممارستي ومعاناتي مع الناس وهذا. فإذا أردنا أن خصوصا في المغرب مثلا كان هناك اتجاه ولا زال أنه يجب أن نغلب الفرنسية حتى تسهل الحداثة عندنا. طيب، هل الحداثة نريدها لنا نحن الشخص كأشخاص 10% أو 5% أو 20% أو نريدها للشعب كله؟ فإذا كنا نريدها للشعب كله فهل يمكن فرنسة الشعب كله؟ متعذر. لا يعني مش واقعي، مش واقعي. نحن يجب أن نبني الحداثة من داخل واقعنا، إذن باللغة التي يفهمها جل الناس. يعني أنت تقر دكتور بأن الإسلاميين هم أكثر التصاقا بالشارع 80%؟ طبعا الآن انعكس الوضع. كان القوميون والماركسيون كما نعرفوا جميعا والليبراليون في الخمسينات والستينات وإلى حدود السبعينات كانوا هم المسيطرين على الساحة. مسيطرين على الساحة كما يحدث دائما. الذين يسيطرون على الساحة هم أقلية منظمة.
يسيطرون على الساحة. عندما انتكس الوضع برز الإسلاميون بفئات قليلة منظمة وسيطروا على الجميع، لكن الجميع ليس إسلاميا كما أن الجميع لم يكن كل حدا يساريا أو عربيا. يساريا أو الواقع يتغير، لكن في اللحظة التي كنت أتكلم فيها وربما يصدق هذا حتى على هذا الوقت ما يمثله الحداثيون يعني 20% على أحسن الأحوال، ولكن 20% هذه نسبة مبالغ فيها، هذه نسبة كبيرة يعني، لكن حتى 20% نفسها يعني لا يصدق عليها قول الله تعالى يعني إن يكون منكم 20 يقتلون 1000، لا هذا حاجة ثانية، حاجة ثانية. طيب دكتور، سنواصل حديثنا عن ما أشرت إليه قبل قليل من تاريخ محمد عابد الجابري بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده لمواصلة حوارنا في ضات عبد